السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة، عايزين نهني الجمهور المصري عامة بفوز الزمالك على الترجي التونسي 3-1، وأقدم أخلص التهاني لجمهور نادي الزمالك، خاصة الجمهور العظيم، عظيم في وداعه لفريقه في مطار القاهرة، عظيم في استقباله للفريق في مطار الدوحة، عظيم في وداعه لفريقه في مطار الدوحة، عظيم في استقباله لفريق نادي الزمالك في مطار القاهرة. وأقدم أرق التحية وأرق التهاني إلى لاعبي نادي الزمالك ومجلس إدارته والجهاز الفني والإداري واللاعبين جميعا، كما أتقدم بتهنئة خاصة لسيادة المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة المحترم، وأتقدم بأرق التحية وأرق التهاني لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة والرياضيين في مصر. النهاردة نخش على حلقتنا. النهاردة معانا زي ما عودنا حضرتكم إن برنامجنا برنامج متنوع مش رياضي بس، هنتكلم في كل حاجة. ومعانا النهاردة ضيوف من العيار التقيل، ضيوف مش كتير بيظهروا على الشاشة، مقلة جدا في ظهورها على الشاشة. نرحب بالأستاذة سحر الإعلامية سحر شعراوي، رئيس مجلس إدارة موقع الخبر وسيدة الأعمال والمنسق الإعلامي. اهلا بك يا شريف، واهلا بالساده المشاهدين وجمهورك وجمهور بدون اهداف. اهلا بك. احنا النهارده انا كنت عايز اعرف مين سحر شعراوي. احسن واحده ممكن تحكي لنا مين سحر شعراوي؟ الاموره جنه. اهلا بك يا جنه. طب عايزين نعرف منك مين سحر شعراوي. مامي مامي حاجات كتيره قوي. مامي عندها موقع اسمه موقع الخبر، وهي عملت كذا برنامج كذا برنامج مختلف في كذا قناة وبس. وهي دلوقتي الأمين العام لحزب. لا انت بتقولي لنا اللي احنا قلناه. لا احنا عايزين نعرف اللي الناس ما تعرفوش عن سحر شعراوي. مامي طيبة قوي. عشان هي قاعدة. لا مش عشان هي قاعدة والله، بس هي مامي فريندلي قوي، صديقتنا انا واخويا، تتكلم معانا كتير في البيت، تبقى عايزه تعرف مننا حاجات، دايما بتساعدنا 24 ساعه في البيت، اللي هو ذاكره واعمله حاجات كده. يعني جود فايب في البيت. طيب الاستاذه سحر، انت اتفرجت على ماتش السوبر بين الزمالك والترجي التونسي؟ طبعا. بصفتك اهلاويه متعصبه مش اهلاويه بس. يا استاذ شريف. هل قدمت التهنئه طبعًا لجمهور نادي الزمالك؟ طبعا. لا طبعا ولا قدمتيها بالفعل؟ لا قدمتها طبعا على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحتي على الانستجرام، وقدمت قبل وبعد، يعني قدمت تهنئه مقدما لنادي الزمالك طبعا، وبعد ما فازوا طبعا قدمت لهم تهنئه طبعا طبعا. ده انا دي مصر. طب ايه رايك في ماتش السوبر اللي هيتلعب بين الاهلي والزمالك؟ ربنا يستر بقى، وما اقدرش اوعدك ان انا بقى ابارك للزمالك بصراحه. يعني طبعا انا بحترم جمهور الزمالك وبقدره طبعا، بصرف نظر اني اهلاويه، بس انا اهلاويه انا يعني العيله كلها اهلاويه، فاتولدت اهلاويه. فاكيد هشجع الاهلي. طب لو حضرتك اتعرض عليك تقديم برنامج رياضي، يعني هتوافقي دي مبدئيا؟ وبعد كده لو وافقتي هيكون المسمى المقترح للبرنامج ايه؟ بص انا ما اشتغلتش رياضه قبل كده يا شريف، انا اشتغلت بس كله برامج، يعني برنامج فني اجتماعي. كنت بستضيف نجوم، بسالهم على حياتهم الشخصيه، بكرمهم، يعني بجيب التكريمات بتاعتهم واعمالهم ونسب النجاح بتاعت الاغاني بتاعتهم لو مطربين. لكن ما اشتغلتش رياضه خالص صراحه، بس لا طبعا لو تعرض عليا رياضه طبعا واي نوت طبعا، يعني ارحب طبعا بكل سرور طبعا. طيب يا جنة، يا جنه انت شفت ماتش السوبر طبعا؟ شفت. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ انا اهلاويه. طيب ايه رايك في الماتش؟ ولا
معلوماتك في الكوره مش لا ماليش في الكوره قوي، بس يعني هو الزمالك كان بيلعب مع تقريبا الترجي التونسي. الترجي التونسي اه، فاكيد هشجع الزمالك لانه تبع مصر يعني، لكن لو طبعا الاهلي والزمالك بيلعبوا فبصراحه هشجع الاهلي. بس بحب الزمالك يعني ما عنديش مشكله معاهم. بتحب الزمالك؟ ما عنديش مشكله معاهم يعني. يعني اتسوكي شغال يعني. شغال. طيب يا مدام صحر، لو حضرتك يعني عايزين نسمع منك بقى على المستوى الشخصي، عايزين تكلمينا تعرفي الجماهير اللي بيحبوكي مين هي صحر شعراوي. هنشوف كلام حضرتك متطابق مع كلام جنى ولا على المستوى الشخصي في البيت يعني مع الولاد؟ لا، حياتك العمليه في البيت بتقضي وقتك ازاي؟ ازاي بتوفقي ما بين شغلك وبين حياتك في البيت؟ تمام. انا موقفه البرنامج دلوقتي. ودلوقتي مع حزب مستقبل وطن، انا الاميره العامه للعلاقات العامه لمستقبل وطن الشيخ زايد. طبعا ده حزب خدمي اكيد يعني ناس كتير عارفاه. ف بنعمل احتفاليات وبنعمل حاجات لذوي الهمم وبنقدم خدمات لسكان الشيخ زايد وبنحل مشاكل للناس وبننزل للناس. فطبعا ده جزء من شغلي. غير بقى الموقع، انا عندي موقع اخباري اسمه موقع الخبر، بوابه شامله لسه يعني بقاله تقريبا اقل من سنه. موقع مرخص طبعا. وبس يعني ما بين الموقع ما بين مستقبل وطن. بالنسبه للاعلام، انا اخر حاجه عملتها حوار هوانم كان على القناة الرافدين. زي ما قلت لك كنت بستضيف نجوم وكده، نتكلم برضه عن مشاكل اجتماعية كمان يعني داخل الحلقة. وبس ما فيش برضه. حضرتك ما 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 بالنسبة للولاد بالنسبة للولاد انا عندي طبعا جنة جامعة امريكية سياسة واقتصاد، وعندي نور بيشتغل مهندس، نور الدين. لسه بقى له سنتين كده بيشتغل. مش عايز اقول طبعا اسم الشركه. وبس ومعاهم عادي زي ما جنى قالت، هم اصحابي مش ولادي. انا جوزت صغيره شويه او صغيره قوي بمعنى اصح. يعني فالولاد كبروا معايا يعني. فهم يعني هم اصحابي، مش حاسه ان هم اولادي وام وكده. بس في طبعا اوقات بتحتاج مني يعني وقفه كده يعني. طب حضرتك يعني اخترتي مجال السياسه، انخرطتي في مجال السياسه، مش شايفه ان هو مجال صعب بالذات على الانثى في مصر؟ اصلا انا مش بعتبر مستقبل وطن يعني حزب سياسي، انا بعتبر مستقبل وطن ده حزب خدمي على فكره، ده حزب اجتماعي خدمي، مش داخله مخترقه في السياسه قوي يعني، فاهم؟ طب لو حضرتك عايزين نسالك عن برنامج حوار بتاع هوانم. تمام. ايه يعني ايه الكواليس بتاع البرنامج؟ ايه يعني دخلتيه ازاي؟ مين اللي اختارك ان انت تقدمي برنامج زي كده؟ هي مش اول قناه على فكره، كنت في حدث اليوم قبل كده. كنت بقى بعمل برنامج كلام هوانم. بس كان معايا زميله يعني وبس. بعد كده رحت كلموني في الاتش سي اللي هي الرافدين. ورحت عملت برنامج بقى لوحدي. هو بس السؤال يعني يطرح نفسه، حضرتك خريجه اعلام؟ لا، انا حقوق القاهره. حقوق القاهره؟ ايوه. وما اشتغلتيش بالمحاماه؟ لا، ما اشتغلتش بالمحاماه. طيب يا جنى، رايك في ماما، هي اعلاميه متميزه ولا اعلاميه على قدها ولا انت شايفاها ايه بالظبط؟ بصراحه طيب، هي في الاول كانت يعني مامي اصلا يعني عندها كاريزما ان هي بتعرف تتكلم، وبتعرف يعني مامي بتعرف تتكلم يعني بتقعد كتير وتسال وتفهم. لكن كان في برنامج طبيعي ان اول حد بيبقى اول ما يطلع بيبقى اللي هو خايف شويه، بس بعدين لا، بالنسبه لي مامي بقت شاطره بس قوي. انا اتفرجت على حلقات من البرنامج ده، ماما ما كانتش يعني لا، هي يعني هي معانا احنا مثلا في البيت، اللي هو انا نازله متوتره شويه خايفه شويه، بس اول ما بتروح هناك يعني بتعرف تختار الوقت اللي تبقى فيه صح يعني. عرفت ان هي تقدم البرنامج صح بصراحه يعني. كذا حلقه كانوا فعلا كويسين يعني، كانوا بجد حلوين قوي. طب يا مدام صحر، اصلا انا مذيعة هوا مش مسجل، فعشان كده جهنا يبقى في توتر شويه على الهوا بالذات يعني. الواحد بيبقى مخلي باله قوي زيادة عن اللزوم، بيبقى محتاج حذر شويه غير المسجل بقى الواحد يعني. طب ايه اللي خلى حضرتك تنخرطي في مجال الاعلام؟ لا، دي قصه بقى، ده من وانا طفله.
طيب وانا طفله بعمل دور المذيعه مشاهدينك عايزين يسمعوا بعمل دور المذيعه مع اهلي بقى كان في البيت وبابايا ومامتي وكده واقعد اسالهم بقى واعمل نفسي مذيعه وانا صغيره جدا يعني بس هي الخطوه اتاخرت شويه بالنسبه لي انا علشان انا كنت في البيزنس اكتر ولما اتعرض عليا انت مختاره يا مدام سحر مجالين يعني بالنسبه لنا احنا هنا في مصر كست مصريه صعبين جدا بالنسبه للست المصريه مجال البيزنس ومجال الاعلام ومجال السياسه ازاي حضرتك بتقدري توفقي بين بين الثلاث مجالات دول انت لو فكرت فيها يا شريف هتلاقيهم كلهم مرتبطين ببعض يعني انا الامين العام للعلاقات العامه لمستقبل وطن الشرقي فالعلاقات العامه داخله مع الاعلام داخله مع الموقع الموقع برضو عندي برضو يعني صحفيين ويعني كلها مكمله بعضها يعني انا حاسه انها منظومه كلها مكمله بعض اول مجال انخرطت فيه ايه يا مدام صح نعم اول مجال انخرطت فيه ومارستيه كان ايه الاعلام ولا البيزنس ولا لا البيزنس صراحه كان عندي ريستوران في المهندسين عند نادي الصيد وكان عندي قبل كده شركه استيراد وتصدير فلا فانا داخله في البيزنس الاول يعني طيب يا جنى انت كلميني عن حياتك العمليه حياتي العمليه انا في اي سي الجامعه الامريكيه في التجمع بدرس اقتصاد وعلوم سياسيه في تاني سنه وبس مالكيش مش زي ماما في البيزنس والحاجات دي لا ماليش في البيزنس انا بحب الميتنجز والانترفيوز والكونفرنس بتاعت موديل يونايتد نيشنز كل الحاجات اللي ليها علاقه بالسياسه انا بحبها يعني من وانا في المدرسه كنا بنعمل اجتماعات وحاجات كده مع السفراء يعني ناوي تنخرط في مجال السياسه طيب كويس طب عايزين نعرف من حضرتك كواليس تكريمك في برنامج او انت احلى كان ايه يعني ايه ظروف تكريمك في البرنامج ده لا كرموني على حوار هوانا ما اعرف هم بياخدوا مذيعه من كل قناه تتكرم يعني على افضل برنامج كان حوار هوانم افضل برنامج على قناه الرافدين في الوقت دوت يعني صوره تكريمك يا حضرتك موجوده اتفضلي كملي فكان هو برنامجي كان الافضل في الوقت دوت على القناه يعني من حيث نسبه المشاهده وكده يعني فاتكرمت عليه طيب عايزين نعرف الكواليس بتاع حضرتك رافقتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعايزين المشاهدين عايزين يستمتعوا ده كان 2015 ده كنت مع الوفد الشعبي الفني الاعلامي اللي كان مرافق السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه كنا رايحين المانيا كان هو السيد رئيس كان رايح قبل رئيس وزراء المانيا كان في تقريبا مشاكل بينهم او حاجه في الفتره ديت فروحنا مع الرئيس نساندو رحنا مع الرئيس يعني كنت وفد رسمي ولا وفد لا ما كانش وفد كان وفد شعبي اجتماعي فني اعلامي وناس من المجتمع سيدات مجتمع كل حاجه يعني كل الحزب اللي كان مطلعك ولا انت طالعه لا 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 ما كانش لسه كنت في الحزب انا لسه في الحزب بقالي فتره قليله ما كانش كانت ترشيحات برضو كده طيب احنا حضرتك عايزين نعرف لقب سيدة الاعمال هل ينطبق عليكي حرفيا ولا يعني حضرتك منخرطه دلوقتي في السياسه ونسيتي الاعمال لا ما انساش طبعا ما هو اصل الموقع انا رئيس مجلس اداره فده يعتبر بيزنس برضو مش يعني انا مش رئيس تحرير لان انا مش صحفيه فانا رئيس مجلس اداره فاعتبر بيزنس برضو طيب يا جن ماما بقى على المستوى الشخصي بتقدر توفق ما بين شغلها في كل ده في كل المجالات اللي انا مش مستوعبها اللي قدامي وبين البيت عندك؟ يعني هي بتعرف لانه تقريبا هو الشغل بيبقى مثلا الصبح او كده فهي بيبقى عندها كل بالليل فاضي
يعني هي طول بالليل هي معانا طول بالليل، اللي هو حتى لو هي في الشغل 24 ساعه بتكلمنا، انتوا فين، بتعملوا ايه، طب راجعين امتى. يعني هي لا بتعرف، لو هي بتعرف توفق جدا ما بين شغلها وما بيننا، ودايما اللي هو احنا بنروح مامي ممكن تساعدينا في كذا، فهي يعني دايما على طول موجوده لنا، يعني عمرها مثلا ما رحنا قلنا احنا عايزين منك حاجه هي لا بصراحه. طيب يا مدام سحر، لو حضرتك في خطوه مستقبليه انت بتخططي لها في الوقت الحالي، ولا مشاريعك واقفه، ولا ايه بالظبط؟ في مجال ايه، الاعلام؟ لا في البيزنس. في البيزنس لا، هو الموقع بس والاعلام. مفيش والاعلام، اتمنى ان انا اعمل حاجه على التلفزيون المصري، ده الامل الجاي، الطموح الجاي ان شاء الله. بس انا جاي لي من الكواليس ان انت عايزه تعملي حاجه على النيل، على النيل الثقافيه، على النيل الرياضه، حاجه زي كده، هل الكلام ده صح ولا؟ النيل للرياضه؟ اه يعني ما ده تلفزيون مصري برضه يعني. لا تلفزيون الدوله الرسمي بشكل عام. حضرتك عايزه تشتغلي هناك ولا؟ تمام. دي حقيقه فعلا. يعني تقدمي برامج ولا تشتغلي مثلا مذيعه هوا، حاجه زي كده؟ ما هي اقدم برامج او مذيعه هوا يعني. او تقديم برنامج مش تفرق يعني. طيب هنرجع لجنة مره ثانيه. جنة صح؟ لا جنة. ماشي يا جنة. لو حضرتك حبينا نقيم ماما بدرجات في شغلها قد ايه، وفي بيتها قد ايه، وفي حياتها العمليه قد ايه، وعلاقاتها مع اصحابها قد ايه؟ اجمع كل ده في رقم واحد؟ لا كل حاجه هتاخد. طيب ممكن ندي شغلها 10 من 10، عشان هي انا شايفه بالنسبه لي ان هي انسانه ناجحه جدا بصراحه، ويعني كذا حد اللي هو ممكن يكون كذا حد مثلا من سني او من صحابي وكده، هم ما يعرفوش مامتي كشخصيه، بس اللي هم دايما بيسمعوا اسمها في الشارع، اللي هو سحر مش عارف ايه كذا، يعني كذا حد بقى قاعده يجي يقول لي على مامتي اللي هو من غير ما هو يعرفها، فلو انت عرفت من فين. بس بالنسبه لبيتها بقى برضو ممكن اديها 10 من 10 او ساعات 9 يعني، عشان ساعات بتزعق. هي يعني ساعات بتزعق لنا، بس بصراحه يعني ممكن يبقى ليها حق شويه. بس تقريبا كله يعني كله 10 من 10. 10 من 10؟ لا من 9 ل 10 يعني، عشان في حاجات كده هي بتزعق. طب انا عايزين نعرف بقى الحاجات دي ايه. الحاجات مامي منظمه جدا وبتكره الكركبه والحاجات الملويه. على عكسك تماما. لا انا برضو شويه بس بالنسبه لاخويا، اخويا بيكركب شويه، فهي بطل تكركب ده، اللي هو يعني ممكن تقول مره واثنين وثلاثه وبعدين خلاص بقى هي اتعصبت، فهي بتزعق خلاص بقى، لا بطلوا اعدلوا الحاجه. طب يا مدام سحر، عايزين نخرج شويه عن السياسه والاعمال، ونسال حضرتك عن علاقتك بالمستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور علاقه جميله زي الفل طبعا، راجل محترم جدا وانا بعزه وبقدره. يعني حضرتك صديقة على المستوى الشخصي ولا؟ طبعا. طب ازاي وانت اهلاوية متعصبة وهو؟ لا دي ما فيهاش علاقات شخصية، مالهاش علاقة سيادة المستشار عارف ان انا اهلاوية هو انسان جميل الحقيقة يعني. هو صورة حضرتك مع سيادة المستشار. و حابين نسأل جانا، هي دي مش صورتي مع سيادة المستشار، في صورة تانية، بس هي دي تقريبا في صورة تانية أنا وزوجة المستشار وبنته. طيب يحطها لنا. طيب يا جنة، لو حضرتك عايزة تطلعي زي ماما، ولا ليكي مجال تاني عايزة تتخصصي فيه؟ لا أنا مش زي يعني، ممكن أبقى شبهها في حاجات يعني، بس أنا بالنسبة لها هي ماي مش سياسية قد ما هي فنيه شويه، او اعلام يعني، بالنسبه للاعلام والاخبار وكده دي حاجه تانية كبزنس وكل الكلام ده، لكن انا كميجر او كحاجه انا عايزاها، انا بفكر يعني بس بعدين انه اقدم في الخارجيه، ابقى شغاله مثلا في اليونايتد نيشنز، حاجات ليها علاقه بالسياسه اكتر، حقوق الانسان اكتر، حاجات كده يعني. تقريبا شبهها شويه بس مش قوي برضه.
يعني ايه شبهها شويه بس مش قوي؟ يعني ماي مثلا بتطلع في تكريمات كتير ليها علاقه بال يعني بكذا حاجه الايتام مثلا والحاجات دي، دي برضه حاجات ليها علاقه بالحقوق الانسان وليها يعني في نفس الوقت ماشيه في نفس الحته اللي هي ماشيه فيها بس مش بشكل كامل يعني. طب عانيتي من شهرة ماما؟ خالص بالعكس. لا يعني في بعض زمايلك بيعاملوك على ان انت بنت سيدة اعمال مشهورة، بنت سياسية مشهورة، بنت نجمة اعلام. يعني ساعات مش دايما يعني ساعات مش دايما. يعني ايه ساعات مش دايما؟ يعني ايه ساعات مش دايما؟ يعني تقريبا معظم يعني معظم الناس اللي انا اعرفها تقريبا برضو بيبقوا برضو اهاليهم حاجة مهمة، فبالنسبة يعني بالنسبة لمامي فهو احنا تقريبا كلنا يعني نفس المستوى، بس طبعا في ناس تانية اللي هو ايه ده انت مامتك سحر شعراوي مش عارف ايه يعني ساعات وساعات على حسب الشخص يعني. ايوه طيب مدام سحر، نسمع كتير عن لقب سيدة اعمال، ممكن توضح لنا يعني ايه معنى ايه سيدة اعمال؟ يعني ينطبق على مين بالظبط في 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 السيدات سيدة اعمال؟ ينطبق على مين ولا يعني ايه سيدة اعمال؟ يعني بالنسبة لي انا يعني بالنسبة لحضرتك بالنسبة لي هو عشان انا كان بقول لك عندي شركة سوا تصدير قبل كده، وبعد كده عندي ريستوران، وبعدين يعني دخلت في اعمال كتير، فيمكن طلع اللقب ده من كده يعني. طيب في كمان شركة شعراوي ميديا، دي شركة انتاج. دي شركة انتاج فني. طيب انت عايزه تكوني شركة انتاج فني صح ولا مكونها بالفعل؟ لا انا عندي اوريدي سجل تجاري وبطاقة ضريبية شركة شعراوي ميديا. دي شركة انتاج فني ومطبوعات ورقية وكده، كنت عاملاها عشان الموقع يعني. هو لازم عشان يعني ترخص موقع لازم يكون عندك شركة اوريدي، يعني يكون عندك شركة فيها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وفيها مطبوعات ورقية والكلام ده عشان تقدر تاخد رخصة الموقع. ده بيشترط كده في المجلس الأعلى تنظيم الإعلام ترخيص المواقع، لازم تأسيس شركة الأول. أيوه. طب سمعنا يعني ناس كتير بتنتقد محمد صلاح في الفترة الأخيرة، وأنت صرحتي إن أنت مش مع انتقاد الكابتن محمد صلاح. لا طبعا. طيب يعني ممكن توضح للجمهور وجهة نظرك إيه في يعني في الانتقاد ده او في؟ والله انا وجهه نظري ان اي حد بينتقد محمد صلاح ده ملوش اي علاقه بالوطنيه بجد، لان ده 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 ده, ده سوبر يا جماعه، ده حاجه كده جامده جدا، ده حاجه المفروض ان احنا كلنا نفخر بيها، وحاجه يعني قيمه يعني محمد صلاح قيمه في الرياضه المصريه، وانا شايفه ان هم قله على فكره، وما اثروش خالص على شعبية محمد صلاح ولا على حب الناس لمحمد صلاح ولا الكلام ده خالص. بس على المستوى المهني انا ممكن اختلف معاك في النقطة دي. اتفضل. انا يعني على المستوى الشخصي بتكلم بقول ان محمد صلاح طبعا قيمة زي ما حضرتك بتقولي وحاجة مشرفة لينا وللوطن العربي كله، بس هو مش احرف من لعب كرة في مصر. ما فيش حاجة اسمها احرف. يعني ايه احرف؟ لا يعني احرف واحد لعب كرة في مصر يعني؟ والله يعني والله هو نتائجه هي اللي تتكلم. ما هو ما احنا يعني هنتكلم نتائج ولا هنتكلم ايه؟ مش هي نتائج؟ نتائج. طب ايه؟ قول لي كده. طب قول لي مين احرف؟ لا انا من وجهة نظري يعني في طبعا انا في طبعا لعيب كرة طبعا من وجهة نظري حازم امام احرف من لعب كره في الدوري المصري. بس معانا مداخله مع كابتن احمد صلاح مدرب حراس مرمى نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن احمد. تشرف بيك حضرتك يا فندم. الله يحفظك. الله يخليك. الحمد لله. طبعا بمسي على ضيفك طبعا الكرام استاذ سحر طبعا ومستضيف الجنه. الله يخليك. وبقول لهم طبعا دي حلقه جميله طبعا جدا بوجودكم مع استاذ شريف. الله يخليك. وطبعا يعني انا شايف ان انتم خارجين بره مجال الرياضه ومجال الرياضه، فشايف ان دي حاجه كويسه جدا ان هي برده برنامج بدون اهداف ان هو بيتكلم عن الرياضه وخارج الرياضه برده مع استاذ سحر طبعا ومستضيف الجنه. الله يخليك. لا بس ما نسيناش يا كابتن احمد ندي فريق الزمالك حقه، ولو يعني
سابوا لي المجال، كنت خدت الحلقه كلها عن نادي الزمالك، كنت سالت مدام سحر عن نادي الزمالك، ما كناش بطلنا كلام عن نادي الزمالك. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. مبروك على حضرتك ومبروك على متعصبه جدا يعني طبعا، ومصطفى الجنه عارف برضه ان هي اهليه، وبقول لهم ان شاء الله باذن الله يوم الخميس ان شاء الله الزمالك هو اللي يكسب السوبر ان شاء الله. ماشي يا كابتن هنشوف. وطبعا مبارك نادي الزمالك طبعا على طب احنا طب نفرح جماهير الاهلي برضه يا كابتن، يعني يعني احنا فرحنا مع جماهير الزمالك، جماهير الزمالك فرحوا. والله طبعا جماهير الاهلي طبعا جماهير محترمه جدا، وهم يعني في ناس كتير قوي هنت نادي الزمالك بالسوبر الافريقي طبعا، جماهير الاهلي طبعا زي حضرتك طبعا. الله يخليك يا كابتن. فشايف طبعا ان شاء الله باذن الله السوبر. لا يا كابتن احمد، انسه جنه ما هنتش نادي الزمالك. لا هنيت والله. لا هنيت والله. لا يا كابتن. لا هنت، لان هي قالت اول حلقه ان هي برضه نادي الزمالك، ان يعني هي كانت بتشجع نادي الزمالك باسم مصر طبعا، عشان بيلعب باسم مصر طبعا. طبعا مظبوط يا كابتن. وبنتمنى ان شاء الله من الخميس باذن الله ان شاء الله يبقى مباراه تليق بالمستوى الزمالك والاهلي، تبقى حاجه محترمه في ان شاء الله في الامارات. يعني ان شاء الله يبقى جمهورين يخرجوا مبسوطين يعني ان شاء الله، يعني لو ان دي لا يا كابتن احمد ازاي جمهورين يخرجوا مبسوطين؟ في جمهور هيبقى مبسوط وجمهور زعلان. انا عارف. لا انا بس انا بتكلم ان على التنظيم وعلى الشكل اللي موجود، يعني أكيد اللي في التنظيم يعني ان شاء اكيد الله. ان شاء الله الشكل هيبقى حضاري جدا، والشكل هيبقى جميل زي ما عودونا المصريين بشكلنا الحلو واخلاقنا، وهنطلع حبايب ان شاء الله، يعني سواء الاهلي كسب الزمالك كسب ان شاء الله نبقى مظهر حضاري لائق بينا وباسم مصر وباسم شعب مصر ان شاء الله باذن الله. طب في سؤال احنا نعمل فيه يعني يا كابتن. سؤال اخير يا كابتن احمد. كابتن احمد اتفضل يا استاذ شريف. سؤال اخير، انت شفت ازاي استقبال الجماهير النادي الزمالك في مطار القاهره؟ والله استاذ شريف انا صراحه كان يعني استقبال اسطوري من جماهير نادي الزمالك، يعني ما حدش كان يتوقع كميه الجماهير اللي كانت موجوده في الاستقبال في قطر، صراحه حاجه محترمه جدا من الجماهير المصريه وجماهير نادي الزمالك، احنا كلنا اتفاجئنا بيه، حتى اللي سات كان على اخره الصراحه في المباراه، وكان هو يعتبر بنسبه 80% كان سبب من اسباب فوز نادي الزمالك في السوبر الافريقي جماهير نادي الزمالك صراحه طبعا. غير طبعا اللعيبه طبعا كانوا مميزين جدا، والجهاز الفني مستر كارتيرون بصراحه عمل تشكيل هايل جدا كويس جدا، هو بقاله 20 يوم على فكره بيتفرج على فرقه الترجي ودرسها كويس جدا. هو حتى السنه اللي فاتت كان بيلعبها مع الوداد وقدر يكسب الترجي، فشايف بصراحه ان الجماهير العامل الاساسي اللي بيساعد اي فرقه ان هي تكسب، يعني ساعدت الزمالك بنسبه 80% ان هو يكسب كاس السوبر. طب نستغل وجود حضرتك معانا ونسالك عن رايك في مستوى محمد عبد الشافي في الماتش الاخير ده. والله استاذ شريف كابتن محمد عبد الشافي ناس كتير قوي قالت لك برضه بعد برضه في الفترات الاخيره عن مستوى، لا انا شايف ان محمد عبد الشافي يعتبر صمام امام موجود في نادي الزمالك، انا شايف ان هو خبراته صراحه خبراته الطويله جدا سواء مع نادي الزمالك او لما احترف في السعوديه، فشايف ان محمد عبد الشافي كان مباراه السوبر كانت من افضل مبارياته، وانا بقول لحضرتك برضه مباراه مع النادي الاهلي ان شاء الله يوم الخميس هتلاقي عمل برضه مباراه جميله جدا، وصراحه محمد عبد الشافي بيقول ان هو برضه لغايه دلوقتي لعيب منتخب مصر. طيب الف شكر يا كابتن احمد، وان شاء الله نبقى على تواصل باذن الله. ماشي يا مدام سحر، عايزين نعرف من حضرتك بقى نبذه مختصره بس، يعني نبذه توصلي معلومه للساده المشاهدين، عايزين نعرف لو حد عايز يستفاد من تجربه حضرتك على المستوى الشخصي، يعني ايه الخطوات المحدده اللي ياخدها عشان يستفاد من خبره حضرتك؟ ما هو برضه في مجال ايه بالظبط؟ في كل المجالات، في كل حاجه. ده توفيق من عند ربنا، الانسان بس يسعى والانسان يختار الحاجه اللي هو بيحبها والحاجه اللي هو حاسس ان هو بيتميز فيها، وفي الاخر اولا واخيرا طبعا بالجهد وكل حاجه، بس اولا واخيرا ده توفيق من عند ربنا يعني. لكن خطوات محدده طبعا، ما كل واحد ليه مجاله، وكل واحد بيحب حاجه معينه وشايف نفسه في حته معينه يعني شايف نفسه ان هو هيدي في مكان اكتر من مكان تاني او في بوزيشن، فعشان كده مش هينفع ان انا اقول خطوات محدده، هو بس كل حاجه انسان يبقى مركز، انسان يحب شغله، يختار الحاجه اللي هو بيحبها، يدي فيها بقلب قوي، واولا واخيرا دي حاجه بتاعت ربنا ان شاء الله، ربنا يوفق الجميع يعني. طيب ليه بقى حضرتك مصره دايما على انشاء جمعيات خيريه؟ لا هو انا مش مصره على انشاء جمعيات خيريه، انا يعني بساعد او بساهم او بتكرم يعني مش يعني
بيكلموني في جامعات الخيريه ان انا احضر لهم حفلات واشارك بحاجه طبعا بسيطه او بحضور او باي حاجه يعني. وانا بصراحه ما بحبش اتكلم في موضوع جامعات خيريه ده علشان بس ناس بتفهم غلط ان طالعه بتتكلم بقى على جامعات الخيريه وطالعه ان هي بتعمل حقك يا ومش المفروض ان هي تقول هي بتعمل ايه وكده. فعشان كده بصراحه بتحفظ وما بحبش اتكلم عن موضوع جامعات خيريه. انا بشارك بشكل شخصي يعني بشارك بالحضور بس مش اكتر يعني التكريمات اللي انا بتكرمها في الجامعات الخيريه دي كلها جامعات خيريه او المؤسسات او جمعيات ذوي الهمم كلها بتبقى بالمشاركه الشخصيه. يعني ممكن اروح ازياء ايفنت او اقدم ايفنت او كده او احضر مع الاولاد اتبسط مع الاولاد اتصور معاهم نلعب مع بعض كده مش اكتر يعني. طيب لو حضرتك بقى يعني دخلنا شويه في حياتك الخاصه مش عايزين نعرف ماتش بين الاهلي والزمالك حضرتك بتقعدي تشاهديه ازاي؟ بشاهده ازاي؟ مش عايز اقول لك بقى مش عايز اقول لك الا الاهلي بقى ما اقدرش. لا طبعا بشجع الاهلي طبعا مع احترامي طبعا للنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وكل الكلام ده. بس الاهلي انا ببقى غصب عني رايحه جايه معاهم يعني انا ببقى غصب عني مع الاهلي. طب حضرتك يعني مركزه مع الكره الافريقيه ولا الكره المحليه اكتر؟ عشان في سؤال جاي بعد كده. لا بشاهد طبعا الكره الافريقيه طبعا اي حاجه فيها مصر لازم. طيب عايز حضرتك تجاوبي لي على السؤال ده. تمام. من سنه كام الانديه المصريه لم تفز بأي بطولة أفريقية فيما عدا الزمالك؟ من كام سنة؟ من كام سنة؟ أنت بتسألني سؤال كورة وأنا محلل يا شريف ولا إيه؟ من كام سنة؟ يعني كل البطولات اللي فاتت الزمالك بس اللي أخدها؟ الأهلي ما خدش حاجة خالص؟ لا والله. كام سنة؟ من آخر سنة خدها الأهلي بطولة الأندية الأبطال سنة 2015. طب فين من كام سنة ما إحنا؟ طب والزمالك خد كام وإيه؟ لا خد بعد كده خد الكونفدراليه و ده ايه ده السنه اللي فاتت طب طيب يعني الاثنين من 2015 متوقفين يا جماعه. طيب يا مدام سحر زعل الناس مني انت كده يا شريف لا توقعني في الغلط زعل الناس مني.